الرئيس المنتخب جو بايدن. قامت قبرص اليونانية ومن طرف واحد بالتوقيع على عدد من اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية مع عدد من الدول، وقامت بأعمال الحفر منفردة دون الأخذ بعين الاعتبار تحذيرات تركيا والقبارصة الأتراك. قلناها من قبل ونقولها اليوم، أي معادلة في شرق البحر الأبيض المتوسط لا تكون تركيا وجمهورية شمال قبرص تركيا طرفا فيها بشكل عادل محكوم عليها لا تأتي بالسلام والاستقرار. نحن مصممون على حماية حقوقنا في البحر الأبيض المتوسط، والتدابير والقرارات التي اتخذناها وسنتخذها دليل على ذلك. وأضاف الرئيس التركي أن الاتحاد الأوروبي لم يفي بوعوده تجاه قبرص وغض الطرف عن توقيع قبرص اليونانية لاتفاقيات مع دول أخرى. يوجد في قبرص اليوم شعبان مختلفان ونظامان ديمقراطيان ودولتان اثنتان، وكما قال رئيس جمهورية شمال قبرص التركية السيد أرسين تتار، فإنه يجب الحديث عن حل على مبدأ الدولتين والبدء في مفاوضات لدولتين متساويتين في السيادة، وهي الفكرة التي أيدها شعب شمال قبرص التركية في الانتخابات الأخيرة. إلا أن القبارصة اليونانيين لا يريدون تقاسما عادلا للسلطة والثروات مع شريكهم في الجزيرة القبارصة الأتراك. قال مساعد الرئيس الأذربيجاني إن باكو وافقت على طلب أرسلته أرمينيا عبر روسيا لمنحها مهلة 10 أيام إضافية للانسحاب من منطقة كلبجار. في غضون ذلك أفاد مراسل الجزيرة بمحيط كاراباخ بأن أذربيجان شكلت مجموعة عملياتية تتولى إدارة المناطق المستعادة وترتيب الأوضاع الأمنية فيها وتهيئتها لاستقبال السكان الأذربيجانيين المهجرين منذ قرابة 30 عام. مراسلنا معنا الخضر يلقي الضوء على منطقة كلبجار في التقرير التالي. تضمن اتفاق وقف إطلاق النار في كاراباخ ومحيطها بين روسيا وأرمينيا وأذربيجان تسليم يريفان لمناطق كلبجار وأغادام ولاتشين. 15 من تشرين الثاني نوفمبر هو تاريخ عودة كلبجار للسيادة الأذربيجانية، وهي أكبر المناطق التي كانت خسرتها في تسعينيات القرن الماضي. في كلبجار لن يكون هناك أي وجود روسي، وفي المرحلة الأولى ستسند باكو إدارة المنطقة لمجموعة تضم ممثلين عن وزارات الدفاع والأمن والإعمار. تمتد المنطقة على مساحة 3000 كيلومتر مربع وتضم 145 قرية، وهم مدنها كلبجار. لا توجد إحصائيات مستقلة لعدد السكان في كلبجار بسبب الصراع في المنطقة، ولكن أذربيجان تقدر عدد السكان من الأذربيجانيين ب 88,000 نسمة نزحوا جميعهم بعد سيطرة أرمينيا عليها. أكثر من 1,000,000 أذربيجاني نزحوا من كاراباخ وسبع مناطق استناداً لأرقام رسمية، وبحسب باكو فإن عودتهم ستتم بعد تهيئة المنطقة للسكن. مع الخضر الجزيرة، قبالة كلبجار، أذربيجان. اجتاحت الفيضانات مناطق واسعة من أفغانستان وأصابت حركة المرور في بعض المناطق والطرق الرئيسية في العاصمة كابول وغيرها من المدن بحالة من الشلل، كما غمرت المياه بعض المنازل في مناطق أخرى دون أن يتضح حتى الآن حجم الخسائر والأضرار. فيضانات عارمة تجتاح عدة مناطق في أفغانستان. هنا في العاصمة الأفغانية كابول ترون كيف هو منسوب المياه، وربما هي المنطقة الأقرب التي استطعنا الوصول إليها. هناك مناطق أخرى في العاصمة الأفغانية كابول لم نستطع الوصول إليها وقد غمرتها المياه بشكل كامل. طبعا أتحدث هنا عن الشوارع الرئيسية، وتسببت بشلل كامل في حركة السير فيها مثل وسط المدينة والسوق الرئيسية فيها. الشرطة هنا تحاول بلا حول ولا قوة أن تضبط الوضع، أن تساعد في حركة السير، لكن كما ترون المياه الفيضانات غمرت المنطقة وتسببت بصعوبة حركة السير فيها. الحكومة الأفغانية حذرت الأهالي في المناطق الريفية الذين يسكنون عند سفوح الجبال وفي الأودية مما قد تلحقه مياه الفيضانات من أضرار بمناطقهم. الخطر الحقيقي الذي يكمن في هذه الفيضانات هو أنه في بعض المناطق قد اختلطت مياه الصرف الصحي فيها، وبالتالي الأضرار الخشية من الأضرار التي ستلحق بعد ذلك من اختلاط مياه الصرف الصحي بالفيضانات. الناس هنا، الأهالي، الجميع يتحدث أن هذا البلد هو أصلا منشغل بالحرب، لذلك كما ترون لا بنية تحتية فيه
تساعد على التغلب على مشاكل الفيضانات ومشاكل غيرها أيضا. الحل الوحيد يرونه هو الاستقرار الذي يمكن بعد ذلك من البنى التحتية التي تساعد على التغلب على هذه المشاكل. عمرو حلبي، الجزيرة، كابول. نهاية نشرتنا، قدمناها لكم من قناة الجزيرة تفاصيل أوفى عن أخبار العالم، تجدونها على موقعنا على الإنترنت الجزيرة.net. شكرا لمتابعتكم، إلى اللقاء. برعاية